السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. لا تخلو صفحات التواصل الاجتماعي في الساعة الأخيرة من الحديث عن العاصفة المتوسطية والتي بدأت تقترب من الجزائر قادمة من إسبانيا نحو العديد من المدن الشرقية والوسطى وحتى الغربية. وحسب تصريحات المكلفة بالإعلام في ديوان الأرصاد الجوية، فإن هذه العاصفة ستكون محملة بأمطار غزيرة ستتعدى 100 مليمتر، وهذا بداية من الساعة 6 من مساء اليوم الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة 6 من صبيحة الخميس على الأقل. وذكر الديوان أن الولايات المعنية بهذه الكمية الغزيرة هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلا، قسنطينة، تيبازا، الجزائر العاصمة، بومردس، عين الدفلة، البوليدة، المدية، البويرة، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، وسيدي بلعباس. فيرجى أخذ الحيطة والحذر.